بحضور عدة أبطال كثيراً ما رفعوا ألوان الراية الوطنية عالياً في المحافل الدولية في صورة حاسب أبو المرقى نور الدين مرسلي وسوريا حداد، افتتحت صبيحة اليوم اللجنة الأولمبية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة قاعتي جودو بمدرستي شيخ بوعمامة بالمرادية والحياة الدبلوماسي ببرج الكيفان بغية الترويج أكثر لهذا الاختصاص. البرنامج هذا خاص إلا في كل قطر إفريقيا إلا بالجزائر، أنا متشرف بهذا الشيء ونقول بأن لازم ينشر في كل الرياضات وتصبح يعني ثقافة. تطوير مهارة هذه الفئة بغية انتقاء الأحسن منها والعمل على تكوين جيل جديد مفعم بأدب وأخلاقيات الرياضة هي الأخرى نقطة لاقت استحسان الكاتب العام المكلف برياضة النخبة نور الدين مرسلي وكذا البطلة الأولمبية حاسب أبو المرقى. هذه مبادرة نجاح كبيرة بالنسبة للرياضة الجزائرية وخطوة كبيرة، وخاصة هذه المدارس اللي يقول أن المدارس هي منبع الرئيسي لاكتشاف المواهب، المواهب اللي هي بصفة عامة تمد النوادي والنوادي تمد النخبة. هذه خطوة مليحة لأن الحياة لأي تلميذ أو شبل أو الأساقف تبدأ من المدرسة. المدربة ليلى لاتروس هي الأخرى لم تتوانى في إبداء سعادتها بهذه الخطوة، خصوصا وان كل متطلبات المشروع وفرت. باسكو سي ان بليزير دو روتروفي دون دي زيكول اللي ما كانش عندنا من قبل، والحمد لله وفرونا كل امكانيات. الاطفال من جهتهم عبروا عن سعادتهم بهذه الخطوه التي ستسمح لهم بتطوير قدراتهم املا في رفع الرايه الوطنيه مستقبلا في المحافل الدوليه. فرحت كي حلوا لنا باب تاع جيدو. صحة على واش درتونا، نوعدهم نولي بطل في الجيدو. أمل إصرار وطموح أمور لوحظت اليوم في براعم كثيرا معاناة التهميش قبل أن ينتبه القائمون على الشأن الرياضي لأهمية التكوين الذي يبقى ركيزة التطور.